مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. أخيرا نزل الفيديو المنتظر لنارين بيوتي اللي كشفت حقيقة العرس اللي أقامته بالأردن قبل فترة، ومن بعد ما تسربت عدة فيديوهات بهذاك اليوم، واللي اكتشفنا من خلالها أن العرس كان مجرد فكرة فيديو. لنعرف مبارحة أن الفكرة كانت أكبر لعبة غميضة بعرس. فشو رأيكم بفكرة الفيديو والفيديو عامة؟ ومن خلال الفيديو اكتشفنا سبب تواجد شير وأخ نارين بالمستشفى قبل أيام، وسبب تعرض إيده لكسور، وكان السبب سقوطه من مكان مرتفع لما كان عم بيحاول الاختباء بلعبة الغميضة، فادعوا له بالشفاء العاجل. وبالحديث عن نارين بيوتي، فنشرت مبارحة هالصورة بعد نشرها لفيديو العرس، وعلقت بي وين أميري؟ لثير الجدل أختها شيرين وترد عليها بي إن شاء الله ساموير بدبي. فشو رأيكم بتعليق شيرين؟ أما غيث مروان وأسامة مروة فرح يكونوا متواجدين بعد أيام قليلة بالسعودية، وذلك لتغطية حدث مهم هناك، فنشر هالستوريات للإعلان عن ذلك. أوكي، صار وقت لكم وين أنا مسافر، تحديدا بسبعة تسعة راح أروح لأول مرة على السعودية وتحديدا على الرياض. لأن راح أروح أحضر نيكست وورلد فورم اللي حيكون من 7 لـ 8 سبتمبر. طبعا كيف شو الأخبار؟ كتير متحمس لأنه إن شاء الله يوم 7 و8 سبتمبر رح كون بالرياض بالسعودية بالنكست وورلد فورم، مؤتمر كتير كبير بخص الجيمينج والإي سبورتس، حاضرينه كتير مستثمرين وكمان صناع محتوى. وبالحديث عن غيث مروان، فنشر ستوريهات واللي كانت هالصورة اللي عبارة عن فوتوشوب، وعلق بما معناه شي يوم، وستوري آخر علق من خلاله بي بكرة رح سافر وأعمل تجربة جديدة، شو بتتوقعوا رح تكون؟ وعلق متابع بي تتزوج، ورد غيث بي لا بدنا نروق شوي، ونشر ستوري آخر كان لتصميم متابعة وموضوعه الزواج، وعلق عليه غيث بي الواحد يكون عم يحضر تيك توك فجأة بيلاقي حاله تزوج. أما نور ستارز وأخيرا كشفت عن المفاجأة اللي خبتها عن الجمهور لمدة سنتين بتنزيلها لهالستوريهات وفيديو على صفحتها على انستغرام، والظاهر أنه المنتج اللي اشتغلت عليه حيكون حمرة. فألف مبروك لنور ستارز من نجاح لنجاح أكبر إن شاء الله. هلو، أمس قلت لكم أنه عندي خبر جدا قوي، اليوم رح أشاركه وياكم، وأخيرا رح أشارككم الخبر. جاهزين؟ 3 2 1. I'm a math maker. طبعاً اللي ما يعرف شو يعني math maker، math maker هو project أو مشروع اشتغلت عليه حرفياً 2020 وإحنا كنا بالكورنتين ومحبوسين ببيوتنا. أنا كنت أشتغل مع ماك على هذا المشروع. 2021 لما انتقلت من دولة لدولة والدولتين بعاد عن بعض وانتقالات كبيرة، أنا بهالوقت كنت أشتغل على هذا المشروع، و2022 لحد هاللحظة وأني أشتغل على هذا المشروع ماك ميكر. أنا وماك سوينا شيء تعاون انترناشنال، هذا التعاون عالمي انترناشنال، ومتحمسة جدا تعرفون تفاصيل أكثر عنه. أما بيسان إسماعيل فأقامت حفلتها بتركيا والأجواء كانت خيالية، حيث حضر عدد كبير من اليوتيوبرز اللي من بينهم قمر الطائي وماريانا غريب، أنس الشايب، مومو فلوكس، وياسو تي في، وباريش، وياشيم، وأم بيسان وأخوها. فشو رأيكم بالحفل؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات.